يقول: يكثر في بلدنا أئمة الصوفية في المساجد، من ومنهم من يعتقدون في الأولياء ويشدون الرحال إلى قبورهم، ومنهم من يدعون إلى البدع، ومعظمهم يستهزئون بأهل السنة، فما حكم الصلاة خلف هؤلاء؟ الذي يدعو الأولياء والصالحين ويستنجد بهم ويستغيث بهم هذا مشرك، لا تصح صلاته هو في نفسه، فكيف يكون إماما للمسلمين؟ أما البدع فهي تختلف، منها بدع مفسقة وبدع دون ذلك، وعلى كل حال عليك أن تلتمس الإمام الذي ليس عنده شرك وليس عنده بدعة تصلي خلفه. نعم.